إنني أريد الجولان بالكامل، وأريد إنني أريد الجولان بالكامل، وأريد سيناء بالكامل، the doctor who spends his days mending mangled bodies. The war is a terrible waste. What happened to him? He has got a bullet injury in his abdomen, as you can see. إن البعض يتحدث اليوم ويكثر العويل عن ضم الكيان الصهيوني للجولان. فكيف استطاع الكيان الصهيوني أن يضم الجولان من دون أن تطلق ضده رصاصة واحدة أيها الأخوة العرب في كل مكان؟ تعرفون من الذي ساعد إيران ضد العراق؟ ومن الذي تواطأ معها لوضع أراضيه وسمائها تحت تصرف سلاح الطيران الإيراني لقصف أهداف محددة داخل أراضي العراق؟ ومن الذي تورط في أعمال الهدم والعبث في لبنان وهدد أمن شعبه ووحدة أراضيه؟ بصعد عند التلال، عند التلال مخزته من الوطن. سألوا عنا ياخذ جيش وفل عنا بقى. أرني بالجنين، جاي يا عم حسين وعم عبد ولك فنر، ولك نحن الزحل شايلين راسنا برجلنا. هيك واحد قلب لازم، نحن عم نحارب لنحرر بلادنا، هو لشو عم بحارب؟ شو إلو عنا؟ مين حوشنا بهالنور وبهالكلاب بيبعثوا شو له عنا العنكبوت؟ بدي ياخذ سحله، بدي ياخذ هيك.